اليوم كنتواجدوا في المنصور اقليم القنيطره. اليوم جينا عند السيد، الاسم ديالك عمرو القادي. عمرو القادي، جينا نشوفوا الزوجه ديال السي عمر القادي اللي كتعاني من مرض السرطان. نخليو الكلمه ديالو، شنو المشكلة؟ اختي مراه دي عندها سرطان، وسرطان قاصر الكليوي. اختي شحال المده وهي كتعاني من شهر 9؟ اختي شهر 9 ديالك؟ من شهر 9 ديال الان هي كتعاني من هاد المرض. يعني لصقوا التيوات وقالوا لك ديوها في الدار بلا ما عطاوك لا موعد؟ لا موعد لا حتى حاجه اختي. صافي دابا انا كنديها هادي ديال الخميس اللي فات، رانا كري طوموبيل وديتها نهار الاثنين ثاني ان شاء الله، راني ثاني عمشي تما ثاني عدو. باقا تتعاني خديجه؟ باقا زعما كتحرق كيما كتضربو تشبل لي ما تقدرش تقلب. عطينا شي دواء. كاين اختي الكالمو. كالمو الكينات ديال الكالمو 500 درهم ديال الدواء كنشريو لها من سيمانه لسيمانه. هادشي كامل بلا حتى شي فائده؟ بلا حتى فائده اختي. هاك تكتوي فيها ما تحسنت ما وقفت ما حتى حاجه. قولي خديجه هضري. صافي ساليت كلشي بيد الله سبحانه وتعالى. خديجة عمر بيد الله، حنا راه كنا واقفين بيد الله سبحانه وتعالى. حيت انا كنت نوقف مبقيتش نوقف، نعاونو ونوقفو معاه ونديرو شي حل. ارتاحي خديجة، ارتاحي ارتاحي ارتاحي. ساكن فيها ما عنديش شي حاجة اختي، ما نبيع لا ما نشري، ما انا فلاح ما انا حتى حاجة. انا الدوار مسكين كل واحد كان عادي هي اللي لقات ليا الفلوس. هادي تخسر فلوس بزاف ويطلبوه 15 مليون ولا 10 مليون، هو منين يجيبها؟ ومنين يجيبها؟ ما عندوش منها حتى مليون. شتي اذا جاب 1000 ريال في النهار ما قالها حد لحد، وبعد النهار ما يجيبوش، بعد النهار ما يجيبوش. واش عاد نوض عليه خديجة؟ ها انا كاع نجمع نجمع 10 المليون ما نجمع. علاش جمعت 50000؟ راه ما قالها حد لحد. اش غدير ليها؟ ما عندها ما دير ليها والو. شنو تبغي تقول؟ شنو تبغي تقول للمغاربه؟ كنقول لهم اخويا خوتي المغاربه شوفوا من حال المراه، الله يرحمكم الوالدين شوفوا ليها من حال المراه. راه اربع الوليدات لا اله الا الله، اربع الوليدات هاي تشردوا لا مشات تضاعت هاد المراه، راه ما تبقى حياه لا عند ولادي لا عندي انا. لا مشات تضاعت لها المراه، بغينا نشوفوا من حالها، شوفوا من حالها شي طبيب ولا جمعيه ولا شي حاجه. شوف شنو خاصها يديرو ليها، شنو خاصها يديرو ليها اختي؟ راه لا اله الا الله وصافي. هادشي اللي كاينه مرضيه والله ينصر سيدنا عاش الملك. هادشي اللي كاينه حنا بالدور ديالنا كناجدو المواطنين المغاربه اصحاب القلوب الرحيمه، كنتمنوا انكم تساعدوا. راه كاين ربعه ديال الوليدات محتاجين الام ديالهم، محتاجين الاب ديالهم، اللي هما السند ديالهم. خديجة محتاجاكم. غادي نحاولوا نحطوا الهاتف ديال خديجة، كنتمنوا على انكم تعاونوها واجركم لله سبحانه وتعالى.